معارك الدولة السلجوقية. خدمت الظروف السياسية التي كان يمر بها العالم الإسلامي الدولة السلجوقية الناشئة، حيث كانت الأوضاع السياسية في العالم الإسلامي تشهد تقلبات كبيرة أدت إلى ضعفها. فهناك بالعالم الإسلامي كانت تتنازع الدولة العباسية السنية في بغداد، والدولة الفاطمية الشيعية في مصر وبلاد الشام، والدولة الأموية في الأندلس. وهذا التنازع أدى إلى ضعف الدولة الإسلامية، مما أعطى المجال الكبير للدولة السلجوقية للبروز على مسرح الأحداث بسرعة، حتى أصبحت لاحقاً دولة كبيرة تذود عن حمى الإسلام. ينحدر السلاجقة من القبائل التركية التي كانت تسكن في أواسط آسيا، والتي اندفعت بسبب الترحال المتكرر إلى غرب آسيا وشرق أوروبا، وينتسبون إلى جدهم سلجوق بن دقاق. وسنقوم بالمرور سريعاً على حروب الإمبراطورية السلجوقية، وذلك لسببين. الأول أن عدداً كبيراً من معارك الدولة السلجوقية هي سلسلة متتابعة تتلو بعضها البعض. والسبب الثاني أنه لم يبقى معنا الكثير من مساحة الوقت لفرد حلقات في هذا البرنامج، لأنه وكما هو معد له فإنه ينضوي تحت 30 حلقة، على أمل أن نلتقي معكم بسلسلة حلقات أخرى نتحدث فيها عن الحروب والمعارك الإسلامية الخالدة في المغرب العربي وبطولات أهلنا هناك، وعن فتح الأندلس وكذلك العهد الأموي والعباسي، وعن معارك الدولة الزنكية، وعن أولئك الأبطال الخالدين في التاريخ الإسلامي. سار طغرل الحاكم السلجوقي عام 444 هجري من أذربيجان إلى مدينة تبريز، وأطاعه حاكمها دون قتال، فتركه حاكما لها وتابع مسيره إلى أرمينيا، ووصل إلى ملات كرد فحاصرها. لكنها كانت مدينة حصينة فطال حصارها حتى حل الشتاء. فرجع عنها، واعتبر المؤرخون أن هذه الحملة كانت حملة فاشلة لأنها لم تحقق أهدافها، وهي فتح المدينة. رغم أن طغرل غنم مغانما كثيرة من المدن والقرى القريبة منها، في عام 449 هجري احتل السلاجقة مليطيا بعد أن خاضوا معركة شرسة وهزموا القائد البيزنطي فيلاريوتوس، بينما غزا جيش آخر مهم مدينة قونية واشتبكوا مع الجيوش الصليبية، وكان النصر حليف الدولة السلجوقية الناشئة، ولم تكن الإمبراطورية البيزنطية قادرة على ردعهم. أدرك الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع حجم الخطر الكبير الذي باتت تشكله الدولة السلجوقية الناشئة، فسار جنوبا إلى بلاد الشام واستولى على مدينة منبج ونهبها وقتل الكثير من سكانها، وهزم صالح بن مرداس وجيوش العرب التي معه، ثم أقام في إرتح شرق أنطاكيا. في عام 463 هجري جهز رومانوس الرابع حملة كبيرة جدا، ووصل فيها عدد الجيوش إلى أكثر من 200 ألف مقاتل، ووصل إلى منطقة قريبة من ملات كرد. وفي الأثناء كان السلطان السلجوقي ألب أرسلان يقيم في أذربيجان، ووصل إليه نبأ الجيش البيزنطي الضخم الذي يتوجه إلى دولته، فحاول جمع عدد من الجنود بسرعة لكنه لم يستطع، فسار مع 15,000 جندي إلى ملات كرد لملاقاة الجمع العظيم الذي جمعته بيزنطة. عندما اقترب الجيش السلجوقي أرسل ألب أرسلان فرقة من الجيش
لجس نبض تجهيزات الجيش البيزنطي، وقابلت القوة السلجوقية مقدمة الجيش البيزنطي البالغ عددها 10,000 مقاتل، ودارت معركة قوية لمدة ساعات. وانتصرت في هذه المعركة السريعة الفرقة السلجوقية، وانتهز ألب أرسلان هذا الانتصار وبعث إلى رومانوس الإمبراطور البيزنطي برسول يطلب عقد هدنة، والسبب أن ألب أرسلان كان يحاول تجنب لقاء الجيوش البيزنطية بسبب أعدادها الهائلة 200,000 مقاتل بيزنطي مقابل 15,000 سلجوقي. رفض الحاكم البيزنطي عقد هدنة وأصر على مواصلة القتال، واستطاع ألب أرسلان تأجيل يوم اللقاء المحتوم إلى يوم الجمعة، ووضع خطة لملاقاة هذا العدو الكبير وكل تلك الجيوش الجرارة، ولم يكن لديه خيارات إلا اللجوء إلى الحيلة، حيث وزع جنده بطريقة احترافية على التلال المحيط للجيش البيزنطي، وأشغل معظم الجيش بجمع كرات كبيرة من الخيش. وعندما تجمعت الجيوش البيزنطية وبدأوا بترتيب تشكيلاتهم الحربية استعدادا للمعركة، تفاجأ الجيش بكرات ملتهبة من النيران الإغريقية والنفط المحترق وبأعداد كبيرة تخترق تشكيلاتهم، وكانت الصدمة والدهشة تملأهم من كثافة الكرات. وبدأ الجيش البيزنطي يفر بدون ترتيب، ومع ازدياد النيران المشتعلة تراجعت الروح المعنوية كثيرا. وعندها شن ألب أرسلان هجوما قويا جدا أدى إلى انتزاع النصر في هذه المعركة الحاسمة. كانت نتائج الخسارة الكبيرة وخيمة على الدولة البيزنطية، حيث حرر السلاجقة كل الأراضي التركية وأعلنوها سلجوقية، ووصلوا إلى حدود القسطنطينية، واستطاع ألب أرسلان من إجبار بيزنطة تحرير كل الأسرى المسلمين. ارتعبت بيزنطة من النفوذ الكبير لدولة السلاجقة، وطلبت مساعدة البابا في روما، واستجاب لهذه الدعوة، وكانت الحملة الصليبية الأولى على العالم الإسلامي.